السلام عليكم. بعد نحو 3 شهور من القصف المركز والعنيف على أحيائها المتهالكة وحصار مطبق، فرض النظام السوري بدعم روسي وإيراني تسوية على أهالي مدينة درعا جنوبي سوريا. قضى الاتفاق بتسليم أهالي المدينة أسلحتهم ونشر نقاط عسكرية في بعض الأحياء، ومن ثم خروج ميليشيات أجنبية تتبع إيران من محيط المدينة وإنهاء الحصار. وبما أنها تتمتع برمزية كبيرة في الانتفاضة السورية، وهي التي انطلقت منها شرارة الحراك السوري في أذار مارس عام 2011، فقد طرح تصعيد النظام وحلفائه في المدينة أسئلة كبيرة عن الأهداف والدوافع، وكذلك عن سر الصمت الدولي إزاء عنف النظام الشديد على المدينة، وعما إذا كانت النار قد انطفأت في مهد الانتفاضة السورية. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع تطورات الأحداث في جنوبي سوريا لنبحث تداعياتها على المشهد السياسي والعسكري في عموم البلاد، ولنسأل عما إذا وضعت درعا بالفعل على صفيح التغيير الديمغرافي الذي يرى مراقبون أنه يجري على نطاق واسع في سوريا. أهلا بكم. بوحشية قل نظيرها تقصف مدينة درعا السورية بشكل همجي، تارة بصواريخ النظام السوري وأخرى بالطائرات الروسية المدمرة أو برصاص الميليشيات المدعومة إيرانيا، لتجهز على من تبقى بالقتل أو الاعتقال أو التهجير، وتلك هي الخيارات المتاحة أمام سكان درعا. القصف المكثف والحصار والتجويع لأهل مدينة درعا قوبل بصمودهم أمام تحديات تريد اقتلاع جذورهم واستئصال شأفتهم، تنفيذاً لمخطط يهدف لتغيير ديموغرافي تقوده إيران في المنطقة، وهو ما حذر منه الائتلاف السوري المعارض الذي أشار إلى أن المشروع الإيراني في الجنوب السوري وخاصة في محافظة درعا يهدف إلى تغيير البنية السكانية في المنطقة بالتنسيق مع النظام وروسيا عبر الحصار والقصف وصولاً إلى التهجير القسري للسكان المحليين، بهدف إحلال الميليشيات الإيرانية المتعددة الجنسيات مكانهم. دولياً اكتفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بإدانة استمرار قصف النظام السوري على درعا، معربة عن قلقها العميق من استخدام نظام الأسد سياسة التهجير القسري لأهالي المنطقة، ووصفتها بتكتيك الهدف منه ممارسة الضغط على السكان، فيما جددت هولندا إدانتها لما يرتكبه نظام الأسد من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد السوريين. مع وجود اتفاق برعاية روسية في درعا البلد ومحيطها، إلا أن قوات الأسد والميليشيات الموالية لها اقتحمت المدينة بذريعة تمشيط مناطقها، وقامت بحملة اعتقالات طالت الكثير من سكانها بحسب مصادر صحفية. الصمت الدولي عما يجري في درعا وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان ينذر بكارثة إنسانية وتواطؤ على تنفيذ خارطة طريق لتغيير التركيبة السكانية لمناطق بعينها، خدمة لمصالح إيران التوسعية وتحقيق مشروعها في التغيير الديموغرافي في المنطقة. إذن درعا في مرمى نيران النظام السوري وحلفائه. من جديد عن هذا الموضوع معنا باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات، وأيضا يشاركنا الحوار في الاستوديو جلال سلمي الباحث في الشؤون الإقليمية، كما ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب أحمد مظهر سعده الكاتب والصحفي السوري. أهلا بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب. طبعا نبدأ مع الأستاذ باسل. أحداث درعا هذه بعد 3 أعوام من التسوية الأخيرة التي فرضت على أهالي درعا من قبل نظام روسيا، هدأت الأمور، الآن تتجدد بعد 3 أعوام، بأي معنى يجب أن نقرأ هذه الأحداث؟ هل هي بمعنى أمني عابر أم بمعنى استراتيجي بعيد المدى؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة بالتأكيد هي ليست حدثا أمنيا عابرا، لو أنها حدثا أمنيا عابرا لكان الأمر في أقصى الأحوال يستدعي نوع من أنواع العمليات الأمنية العابرة أو حشدا عسكريا عابرا أو إجراءات عابرة، لكن التدخل الذي حصل سواء على المستوى العسكري أو حتى على المستوى الدولي والتفاعل الذي حصل، التدخل الروسي من ناحية
الحماسة لإبرام اتفاق جديد يقضي بنتائج معينة مثل تهجير وغير تهجير وإعادة تموضع عسكري داخل وخارج المدينة وغيرها، كلها توحي بإجراءات ليست متعلقة بعملية أمنية عابرة أو بشيء عابر، هي تتعلق بمسار استراتيجي معين أو استكمال لمسار استراتيجي معين، ومن هذا السياق ومن هذه الزاوية يجب قراءة الأحداث في درعا. طيب هذه لو خصصنا قليلا بشيء من التفصيل، هذا السياق الاستراتيجي أين تتوضع فيه أحداث درعا؟ هناك أكثر من عامل في هذا الإطار، أهم عامل ربما أو يعني أكثرها حدة هو مسألة التموضع الإيراني بقرب في أقرب نقطة تستطيع إيران تواجد فيها من الحدود مع الكيان الإسرائيلي. هذه النقطة نقطة أساسية جدا ومهمة بالنسبة لعملية الحشد العسكري التي حصلت، وخصوصا إذا يعني أضفنا إليها معلومة مهمة أنه يقدر حجم المشاركة الإيرانية في الجانب العسكري في الحملة الأخيرة بحوالي 36% من حجم القوات الموجودة. هذه نقطة مهمة جدا للإشارة إلى حجم التدخل الإيراني في هذه العملية بعد أن سبق وتراجعت إيران حوالي 62 كيلومتر باتجاه البوكمال في الفترة الماضية، لكن مع فشل المفاوضات في الملف النووي إيران استعادت عملية التموضع واستعادت إحياء مجموعة من الخلايا أو من المشاريع الخلايا النائمة العسكرية إن صح التعبير بالقرب من عدة نقاط، ومنطقة درعا البلد تقع في منطقة نائية بالنسبة لنقاط أخرى إيران متموضعة في نقاط أقرب، لكن تبقى هي منطقة أقرب لمعبر جابر ولنقاط أخرى استراتيجية، والعملية ضمن هذا السياق تأتي في سياق استراتيجي. طبعا هناك العامل الآخر متعلق بالاستراتيجية الاقتصادية المقبلة للنظام، اتفاقية الغاز والكهرباء الجديدة التي ستمر من خلال سوريا، وهذه الاتفاقية تأتي عبر الغاز المصري، وهذا الغاز المصري نفسه الذي يباع اليوم إلى لبنان هو صفقة غاز قديمة وقعتها مصر مع إسرائيل باتجاه المنطقة العربية، والمفترض أنه هذا الغاز منذ 10 سنوات يحاول تفعيل هذا الخط خط الغاز العربي، واليوم يعني يتكلم عن تكلفة بقيمة حوالي 17 مليون دولار داخل وخارج سوريا على طول خط الغاز لاستعادة الحركة داخل هذا الخط من جديد. أيضا هذا له بعد استراتيجي اقتصادي بالنسبة للبنان، بالنسبة للنظام، بالنسبة للأردن، بالنسبة لمصر وأبعاد أخرى. تبقى النقطة الثالثة التي لها سياق استراتيجي هي المتعلقة بحاجة النظام إلى بسط السيطرة في هذه المنطقة وإظهار التغلب وإظهار وفرض واقع الاستراتيجية الجديدة التي تحدثت عنها روسيا سابقا وتتحدث عنها الولايات المتحدة حاليا، استراتيجية تعديل تطوير النظام أو تعديل النظام بدلا من استبدال النظام. هذه الاستراتيجية لها أثر جدا مهم على طريقة تفاعل مختلف الدول، ليس فقط في حالة درعا الآن، لكن الإقليم العربي، الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي، طريقة فرض العقوبات وغيرها سيكون لها انعكاسات كبيرة جدا على مستقبل الوضع في سوريا مع استمرار تفعيل هذه الاستراتيجية كاستراتيجية أساس للنظر للشأن السوري. طيب تحدثت بالمعنى الاستراتيجي كثيرا وتحدثت عن مصالح إيران ومصالح النظام، لكن دعني أنتقل إلى 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 جلال، يعني يغيب الطرف الروسي في هذه الاستراتيجية. روسيا أكيد ليست هي يعني عامل خدمات بالنسبة لإيران وبالنسبة للنظام، يعني الآن أكثر من ثلث المقاتلين القوة القتالية تشارك بها إيران إضافة للنظام، بينما الطرف الفاعل والحقيقي والذي يضغط باتجاه التسوية هو روسيا. معركة من هذه في درعا؟ معركة إيران أم النظام أم روسيا؟ أتصور معركة الجميع، ولكن الأسلوب يختلف. يعني روسيا أيضا تريد فعلا أن يكون هناك أو أن تكون هناك سيطرة كاملة على درعا، النظام يريد ذلك، أيضا إيران، لكن لكل منهم هدفا أو هدف مختلف. بالنسبة لروسيا، روسيا موجودة وبقوة، كما نعلم أول من وقع اتفاق مع الجانب الأردني أيضا مع الجانب الأمريكي عام 2017 هي روسيا، عندما تم توقيع الاتفاق الثلاثي في آب أغسطس 2017 ونص على أن تكون إيران بعيدة مسافة 100 كيلومتر عن الحدود الأردنية، أيضا ذات المسافة بالنسبة للحدود مع دولة الاحتلال، وكانت روسيا هي الوسيط. ولكن كما تعلم يعني لا دولة الاحتلال ولا الأردن يثقان بروسيا كوسيط. لماذا؟ لأنه روسيا تريد فعلا أن تطبق ما يسمى بالشيشنة. ماذا تعني الشيشنة؟ هذه الشيشنة هو نسبة إلى الشيشان. نعم، هو الأسلوب الذي طبقته روسيا في الشيشان عام 2001. كان هناك عدة متمردين أرادت القضاء عليهم من خلال عمل تسويات واتفاقات ومصالحات وإلى آخره، ولكن في النهاية جميع من تم التصالح معهم تم تصفية الذي يمثل خطرا عليها، والذي لا يمثل خطر أصبح مثلا رئيس
كوالد الرئيس الشيشاني الحالي. إذا روسيا تتبع ذات الاستراتيجية، هي اتبعتها مع في بعض مناطق إدلب، اتبعتها مع حمص، مع الغوطة، اليوم تتبعها مع درعا. هذا الأسلوب الروسي، هو أسلوب قائم على المصالحات. المصلحة الروسية في هذا كله ما هي؟ أن يكون هناك سيطرة كاملة، أو أن تكون هناك سيطرة كاملة للنظام السوري، كي يثبت كما أسلف الأستاذ باسل أن النظام السوري فعلا قادر بشكل أو بآخر على أن يكون صاحب الكلمة الأعلى أو صاحب الكعب العالي في سوريا من ناحية السيطرة. كما نعلم هناك معبر جابر نصيب، من المصلحة الروسية أن يتم فتح هذا المعبر بأقصى وقت ممكن. لماذا؟ لأن فتح المعبر هذا سيعني أن يكون هناك تواصل اقتصادي يمتد من أوروبا إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا وصولا إلى الأردن ومنها إلى الخليج. كما تعلم البضاعة مثلا الأوروبية اليوم تمر عبر قناة السويس، لكن لبنان أيضا كذلك، وإن كان هناك قانون قيصر. تتحدث الآن حتى عن مصالح للنظام، حتى الآن مصالح روسيا ليست ظاهرة، يعني كله مصالح للنظام. ما هناك تقاطع اليوم عندما نقول أن روسيا تريد أن يكون النظام يعني مطبعا مع الدول المجاورة اقتصاديا، أيضا أن يكون النظام يعني يتم إعادة تعويم النظام في المنطقة، هذا يعني يخفف التكلفة على روسيا. روسيا اليوم تمد النظام كما تعلم بالنفط والغاز وغيره من هذه المواد، أيضا المواد الأساسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. اليوم عندما تكون هناك سيطرة كاملة لروسيا للنظام، هذا يصب في الصالح الروسي، لأن اليوم لا نتحدث عن النظام السوري بقدر ما أنت قلت في البداية أن روسيا هي صاحبة الكلمة الأكبر وصاحبة الكلمة النافذة في سوريا. لذلك روسيا اليوم تحاول أن تكون هناك سيطرة للنظام، لأنه كما أسلفت هناك في تقاطع بين مصالح النظام ومصالح روسيا. بالنسبة لإيران، روسيا لا تريد لإيران أن تسيطر بشكل كامل على درعا أو أن تدخل بشكل كامل على درعا، لأنه كما أسلف الأستاذ باسل أيضا كان هناك وجود للقوات الإيرانية تستخدمهم روسيا كقوة ضاغطة على أهالي درعا، ولكن إلى الآن لم يتم استخدامهم بشكل كامل. طيب دعنا نتحول إلى غازي عنتاب لنسمع رأيا ثالثا. أستاذ أحمد، في الواقع يعني الآن ثمة من المراقبين من قال بأن درعا بالذات هي كشفت عن وجود صراع خفي وظهر إلى العلن بشكل نسبي بين الروس وبين الإيرانيين. إلى أي مدى تتفق مع هذا التحليل، وما مظاهر هذا الصراع؟ تحياتي لكم جميعا وللمشاهدين جميعا. حقيقة هذا الصراع يعني لم ينكشف اليوم فيما حصل منذ 75 يوما حصار على درعا، بل هو موجود هذا الصراع بين الروسي والإيراني على الجغرافيا السورية، لكنه تحت الطاولة كما يقال، يتمظهر بين الحين والآخر في بعض الحالات العسكرية والأمنية والاقتصادية أيضا كتنافس حقيقي بين الدولتين المحتلتين لسوريا. بكل أسف هذه المسألة ظهرت سابقا، اليوم قد توضحت أكثر، ويبدو أن المراقب تابعها من خلال أن هناك خلافات بالمفاوضات بين الجانب الفرقة الرابعة التابعة للإيرانيين وأيضا الجانب الروسي الذي يوقع اتفاقات ويفرض اتفاقات، ثم يأتي الجانب النظام السوري والإيراني فينقض عليها ويبعثرها هذه الاتفاقات. وهذا ما حصل خلال ال 15 يوم أو 20 يوم الأخيرة قبل توقيع الاتفاق النهائي والأخير. باعتقادي أن هذه المسألة هي موجودة بالتأكيد، لكن وفق أسس ما، وهي الاستمرار في الوجود واستنزاف خيرات سورية، وبالتالي أخذ السيادة الوطنية السورية جانبا والسيطرة عليها، وهاتان الدولتان المستعمرتان حاليا للجغرافيا أو لسوريا هما من يقومان بالتوافق فيما بينهما على تقاسم هذه التركة إن صح التعبير. والنظام طبعا لا حول له ولا قوة، بل هو من سلم بالأساس كل ما لديه وكل السيادة المدعات إلى الروس تارة وإلى الإيرانيين تارة. باعتقادي في الجنوب بالتأكيد يعني هناك دور إيراني كبير، وميليشيات الطائفية الإيرانية المتواجدة بالجنوب بالتأكيد هناك خوف من وصولها باتجاه الأردن. وهنا أنا أتحدث في ما يتعلق بالدور الإيراني الذي يمكن أن يصل إلى الحدود الأردنية، وهذا الخوف نعم. باعتقادي تحدث به الملك الأردني عندما زار بايدن خلال الشهر الماضي. هذا مرتبط بأبعاد الحديث عن البعد الإقليمي والدولي فيما يحدث في درعا، لكن نرجع إلى الاستديو قليلا لو أذنت لنا أستاذ أحمد. الاتفاق التسوية التي حصلت الآن في درعا بين النظام وأهالي مدينة درعا، هل حققت للنظام وللروس والإيرانيين من ورائه بعضا من أهدافهم؟ هل انطفأت النار في درعا برأيك؟ يعني هو خلينا أول شيء يعني نوضح نقطة هامة، إنه الاتفاق هذا يشمل منطقة درعا البلد،
وبعض النقاط حولها، ويمتد إلى بعض التجمعات السكانية السورية والفلسطينية في المنطقة. وبالتالي هو لا يشمل كل منطقة حوران ولا كل منطقة الجنوب، وهناك مجموعة كبيرة من القضايا الشائكة ما زالت عالقة في مختلف المناطق. وهناك أيضا بعض النقاط الأشياء التي ذكرناها سابقا، مثل تواجد إيراني على الحدود تماما في الشمال في 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 أقصى جنوب المنطقة من الطرف الآخر، وأشياء أخرى تحتاج معالجة وقد أشير إليها اليوم في المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس وزراء وزير خارجية روسيا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي. الاتفاق الحالي بالنسبة للنظام هو سمح له بأمرين: الأول نزع ما يمكن أن يكون هناك سلاح ثقيل داخل المدينة، مع أنه إلى الآن لم يتم الكشف عن سلاح ثقيل فعلي داخل المدينة، وكل الأسلحة التي تم الحديث 170 قطعة القطعة التي تحدثها كل أسلحة خفيفة، يعني حتى التصوير الذي صوره النظام نفسه غير التصوير هو أسلحة خفيفة، كلاشنكوف وأسلحة أخرى خفيفة، وهي أصلا أسلحة مسجلة سابقا من اتفاق 2018 معظمها، لا يوجد أسلحة جديدة داخل درعا. ومع ذلك على الورق النظام حيد فكرة السلاح الثقيل ضمن هذا الاتفاق، وهي أصلا فكرة محيدة للعلم من الاتفاق الأول. والأمر الآخر، النظام يسمح له الآن بالتواجد بحجم محدود معين، بحوالي 9 نقاط الآن، واللي تغطى منها إلى الآن هو 3 نقاط، وهذه 3 نقاط هي فقيرة فعليا بالتواجد العسكري، يعني تواجد شكلي إلى الآن، لأنه النظام خايف من التقدم ضمن المنطقة. وهذا سمح للنظام بمعنى أن التواجد داخل هذه المنطقة، والآن يجري التفاوض على نوعية وشكل تواجد النظام مع الروس والإيرانيين، لأنه خلال الفترة الماضية في عنا كتائب كاملة أو فرق كاملة عسكرية، مثل مثلا لواء الثامن المدرعات بالكامل تم استبداله بعناصر إيرانية، وهذا الأمر أصبح مكشوفا، يعني حتى أنه لم يعد أمر سريا. وبالتالي تواجد هذا اللواء هو أحد الألوية الأساسية أو القطاعات العسكرية الأساسية اللي موجودة في طرف في عملية الاقتحام، كانت تحاول اقتحام أكثر من محور، الآن هو سيتواجد داخل المنطقة، أيضا عناصر الفرقة الرابعة، أيضا ألوية أخرى تابعة لهذه الفرقة. مشكلة التواجد الإيراني هنا يشكل عائق معين داخل النظام، لكن يبقى على الورق مكسب النظام هو تحييد السلاح الثقيل، التواجد ضمن اتفاق داخل مناطق درعا يمنع الأهالي أو يمنع أهالي درعا من التعرض لهذا التواجد. نعم، طيب الآن سنتحدث عن الصمت الدولي لماذا ونفسر أسبابه، لكن في الحديث بقية تأتيكم بعده نيها إن شاء الله. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تفاعلات المشهد السوري في مدينة درعا جنوبي البلاد. جلال، يعني لافت حقيقة غياب التأثير الدولي في الملف السوري بخلاف البدايات، يعني في السنين الثلاث الأول كان هناك ضغط دولي شديد، سواء كان الأمم المتحدة أو حتى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الآن غياب شبه كامل، غياب فاعل ومؤثر أقصد، هل من تفسير لهذا الغياب؟ وخصوصا أن درعا لها رمزية خاصة في موضوع الأحداث في سوريا كلها. يعني هذا الأمر يعود إلى مصلحة كل طرف فاعل في سوريا، سواء كان فاعلا أو لا يزال فاعلا. اليوم نبدأ من قمة الهرم الولايات المتحدة الأمريكية، كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية تطبق اليوم استراتيجية الانسحاب أو الانعزالية النسبية، بمعنى أو بآخر هي تحاول فقط أن تبقي على بعض القواعد في المناطق الاستراتيجية بالنسبة لها. لذلك بالنسبة لها سوريا ليست بهذه الأهمية ككل، لكن بالنسبة لموضوع درعا تحديدا ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط الأمن الإسرائيلي. وكان هناك توافق بين الرئيس ترامب سابقا وأيضا الرئيس بوتين في عام 2017 في فنلندا على أن يكون هناك ضمان للأمن الإسرائيلي، بمعنى ألا تقترب الميليشيات الإيرانية إلى مسافة 100 إلى 70 كيلومتر فقط. لكن طبعا هذا الأمر يبدو أنه يلقى أحيانا بعض الضغوط الأمريكية، يعني التدخل الأمريكي في مسألة درعا أو في الملف الدرعاوي فقط يتحدد فيما يتعلق بالأمن الإسرائيلي. واليوم في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي تطبق الانعزالية ليست النسبية، أنا أراها انعزالية شبه كاملة، يعني نوعا ما، يعني أحيانا يغيب موقفها عن كثير من الأمور.
يعني على سبيل المثال كما شاهدنا انسحاب من أفغانستان، أيضا هناك انسحاب أو تحضيرات لانسحاب نسبي من العراق، وأيضا تحصر نفوذها فقط في شمال شرق سوريا. لذلك يبدو أن الجنوب السوري ليس بهذه الأهمية بالنسبة لها باستثناء الأمن الإسرائيلي. لذلك يبدو أن هناك بعض التواصلات الأمريكية الروسية في هذا الخصوص تحديدا. الموقف الثاني والأهم الموقف الروسي الذي تحدثنا عنه، طبعا هو ليس موقف روسي، عفوا صامت، هو موقف فاعل. طب لماذا فاعل؟ بس نقطة واحدة، لأنه هناك أيضا ضغط روسي على أمريكا في المقابل، هناك ورقة مقابل ورقة. بمعنى اليوم روسيا تريد أن تسيطر بشكل كبير على درعا من أجل أن تكون هي صاحبة الكلمة الأكبر هناك وصاحبة الكعب العالي، وبالتالي تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على ورقة مقابل ورقة. الولايات المتحدة الأمريكية تبقى في أو ضمن الحدود السورية العراقية، ويكون النفوذ الأكبر لروسيا في درعا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسير وفق هذه المعادلة ولا تريد أيضا أن تفسدها. لذلك هذا العامل الثاني الذي يفسر الصمت الأمريكي. بعد الولايات المتحدة الأمريكية نأتي إلى الأردن. الأردن كما تعلم كانت تدير الموضوع من خلال المك. طيب لو أذنت لي، يعني الآن يعني أنت تحدثت عن موضوع غياب موقف أمريكي، وليس واضحا سبب غياب الموقف الأوروبيين الذين يعني خارج المعادلة تماما حتى الآن، وهذا شيء لافت حقيقة. وحتى فرنسا التي يعني تبحث عن نفوذ دائم في 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 بلاد الشام، في منطقة بلاد الشام، حتى الآن غائبة. لو نسأل الآن، لو أذنت أن نعود إلى غازي عنتاب. أستاذ أحمد، هناك دور بارز حقيقة في الفترة الأخيرة بعد نشوء أحداث درعا لعمان، قيادات كبرى القيادات أو كبريات كبرى القيادات الأردنية أجرت اجتماعات مع الروس ومع الأمريكيين، فيما قال مراقبون أنه يمكن أن يشكل نواة لدور أردني في الجنوب السوري على غرار الدور التركي في الشمال السوري. ما فرص نجاح بروز دور أردني في جنوب سوريا برأيك؟ يعني أولا، هو الدور الأردني بالأساس أو الخطر الإيراني في الجنوب تحدث عنه منذ ما يدير عن 15 عاما الملك الأردني عندما تحدث عن الهلال الشيعي، هو أول من تحدث في هذا السياق. لذلك باعتقادي هي الأساس مصلحة إقليمية أردنية بالأساس قبل أن تكون مصلحة سورية أو تضامنا مع الشعب السوري في الجنوب. باعتقادي اليوم ما تقوم به الأردن وخاصة بعلاقاتها مع الأمريكان هي إعطاء مجال لتنفيذ الاتفاق السابق فيما يتعلق بإبعاد الميليشيات الطائفية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني عن الحدود الأردنية بمسافة، وأيضا حدود فلسطين. لكن أستاذ أحمد، هل هذا ممكن؟ يعني تركيا استدعى الأمر حتى تحقق نجاحا في هذه المنطقة أن تستعمل القوة الخشنة، الطائرات المسيرة، وأن يعني أوقعت مقتل حقيقة في قوات النظام والميليشيات الإيرانية التابعة له في تلك المنطقة. ماذا باستطاعة الأردن أن يفعل في الجنوب السوري؟ لا، باعتقاد الأردن له أسلوب آخر، وهو القوى الناعمة إن صح التعبير. يعني ما تحدث به الزملاء حول خط الغاز الذي بالتأكيد يعبر بالأردن، وبالأساس هي الأردن جزء أساسي من هذا الخط. باعتقادي إعطاء المجال والتوافق مع الهيمنة الأمريكية في هذا السياق، إسرائيل، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، فيما يتعلق بخط الغاز، هو بالأساس يعني الدور الأردني إن صح التعبير. وتساهم فيه الأردن حتى الآن في اجتماعات متواصلة مع الجانب المصري ومع الجانب اللبناني، وقد يكون مع الجانب السوري في خلال الأيام القادمة. باعتقادي الأسلوب يختلف هنا، وبالتأكيد يعني تعتبر الأردن نفسها بالأساس كاتصالات عشائرية بين الحوران وبين منطقة شمال الأردن، هي بالأساس عشائر واحدة، وبالتالي يعني تضامن أو تماشيا مع الدور العشائري الذي يحكم في الأردن بشكل كبير، يمكن أن يكون هناك أيضا تضامن ولو شكلاني. باعتقادي أن موضوع الأمن، أمن الخط الغاز، بالتأكيد ضروري بالنسبة للأردنيين وبالنسبة للنظام السوري وأيضا الدول الكبرى الراعية لهذا الموضوع. باعتقادي أيضا أن الأردن حاليا يعني يحاول أن يكون له دور طبعا من خلال موافقات أمريكية فيما لو حصلت، لكن على ما يبدو أيضا الأمريكان لم يعطوه الضوء الأخضر باتجاه إعادة تعويم النظام أو على الأقل توقيف قانون قيصر أو الحد منه. نعم. إلا فيما يخص موضوع خط الغاز أليس أكثر، وعلما أن النظام الأردني طرح على بايدن ما يتعلق بإعادة تعويم النظام وإعادته إلى حظيرة الجامعة العربية، وهذا لم يتم الموافقة عليه حسب علمي. نعم. أمريكيا حتى الآن. الأمريكان كما تحدث الزملاء هم حاليا في حالة انحسار وليس تدخل كما كان سابقا، لكن في
الآن هم حريصون أيضا الأمريكان على موضوع أمن إسرائيل، وأمن إسرائيل هو الأهم بالنسبة لهم في منطقة الجنوب السوري، وباعتقادي أنهم يرون اليوم أن النظام السوري هو الأقدر على الحفاظ على أمن إسرائيل، ولا يمكن لأي أحد آخر لا من المعارضة السورية ولا من أي أحد آخر أن يحافظ على أمن إسرائيل وحدود إسرائيل تكون آمنة كما حافظ حافظ أسد ثم ابنه على هذه الحدود منذ عام 74 وحتى الآن. طيب الحديث الآن يجري كله كما تحدث أحمد من غازي عنتاب أنه هناك نقل للطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، واستجرار للغاز المصري أيضا إلى لبنان عبر سوريا والأردن، يعني هل سيكون الدور الأردني في المرحلة المقبلة إذا ما رسخ وثبت هذا الدور دورا خدميا فقط؟ يعني لأن هناك من يربط بين هذه الخدمات التي ستقدمها الأردن وبين الصمت الدولي على ما يفعله النظام في الشمال في الجنوب. نعم. لك تفضل. نعم. الأردن هو في هذه الحالة لا يقدم خدمات، هو جهة مستفيدة، مصر تبيع الغاز، الأردن يمرره، سوريا تمرره، لبنان يستقبله، البنك الدولي يمول العملية بمعنى هو يدفع الثمن لمصر مقابل ديون جديدة ترتب على لبنان، وأيضا استصلاح الخط نفسه سيموله البنك الدولي. الأردن مستفيد من هذه العملية بمعنى أنه سيكون هناك مقابل للأردن مقابل سماحه بتمرير هذه الخطوط، فالأردن هنا لا يقوم بدور خدمي أو لوجستي بحت. لكن نقطة مهمة باسل، يعني هو صحيح أنه يستفيد ماليا في هذه الجزئية، لكن الملك الأردني منذ عدة سنوات تحدث عن خطر استراتيجي وصفه بالهلال الشيعي، يعني هذه النقطة يجب أن تأخذ بالحسبان. أنا أجيب على سؤال أنه الدور الخدمي، الدور ليس خدمي. أما بالنسبة للهلال الشيعي، الأردن اعتذر عن هذه الكلمة في بغداد عندما ذهب إلى بغداد وقابل المالكي واعتذر رسميا عن هذا الطرح. أنا أريد تسمح لي أن أعود قليلا إلى نقطة ذكرناها في بداية هذا اللقاء، أنه الاستراتيجية التي يتم على أساسها التعاطي مع الشأن السوري هي يعني محرك أساسي أو مفسر كبير لكثير من القضايا التالية. فكرة الانتقال من إسقاط النظام أو تغيير النظام أو إحداث تغيير جوهري في داخل النظام إلى استراتيجية إدخال تعديلات على النظام أو تطوير النظام كما يشار لها بين قوسين بالمفهوم الروسي، هذه استراتيجية ليست بالجديدة، هو الروس ينادون بها من 2013 وربما كانت استراتيجيتهم أصلا من البداية بهذا الاتجاه، وتبناها الأمريكان بشكل على الأقل رسمي من 2015 وتبعهم في ذلك أوازهم بالتوازي مع تبني التركي والتبني المنظومة العربية لهذه الاستراتيجية. هي المنطلق الحقيقي لهذا النوع من التعاملات، بمعنى أن الدول اليوم تنظر إلى الشأن السوري، إذا كنا لسنا ماضين في عملية تغيير النظام فعلينا أن نمضي في عملية التعامل مع النظام. الآن شكل التعامل، نسبة التعامل، طريقة التعامل، الشروط التي توضع على الطاولة لهذه التعامل تختلف من بلد لبلد ومن حالة إلى حالة. فيما يخص الحالة الأردنية والذي حصل في درعا، يعني هناك نوع من لا أريد أن أقول فقط خيبة الأمل، أكثر من خيبة الأمل حصلت فيما يخص الدور الأردني والدور التركي أيضا، لكن الدور الأردني بشكل أكبر، بمعنى أنه طوال الفترة الماضية كانت الأردن تلعب دورا محوريا ودورا فاعلا أكثر بكثير من الدور الذي لعبته خلال التصعيد العسكري الأخير الذي تم، وكان هناك من المؤمل أن يكون العكس، أن يكون للأردن بالذات في هذه المرة دور أكبر باعتبار أنه الموقف السياسي والموقف القانوني والموقف حتى العسكري يؤيد تدخلا أردنيا وغير أردني بطريقة أكثر قوة، بمعنى أن هناك اتفاق حاكم لهذه المنطقة، التبريرات التي قدمها النظام بالتدخل في درعا لم تكن أبدا تبريرات صحيحة وكان واضح أنها واهية، حتى الروس أنفسهم لم يستطيعوا تبنيها، التواجد الإيراني والتهديد الذي شكل التواجد الإيراني على الحدود وغيرها من هذه الترتيبات، هذا الأمر كله تزامن مع زيارة الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة وما أسماه ومطلق عليه بأنها زيارة كانت ناجحة، وكانت المفاجأة وصدمة أنه لم يكن المسألة درعا بحد ذاتها نقطة أساسية من نقاط الحوار في تلك الزيارة، ولم يعد ملك الأردن من الولايات المتحدة بحلول أو بشيء بخصوص ما يخص هذه الحالة، بل عاد بشيء ربما صح له بعد استراتيجي أكبر مثل قضية الاتفاقات أو الضوء الأخضر الذي حصل عليه من الولايات المتحدة للانفتاح على النظام واستثناءه من قانون قيصر ضمن الاتفاق هذا العام، لكن هنا حصل إشكال واضح إلى اليوم غير مفسر أنه لماذا لم تقم الأردن بالدور لا أقول المعتاد أو المناسب لما يجب أن تقوم به دولة مثل الأردن على حدود أزمة مثل هذه الأزمة في حالة درعا، وإنما بدور الأقل المطلوب في هذا الدور، يعني
الذي ظهر أن الأردن آثر عدم التدخل وترك عملية التعامل السياسي بالكامل للتدخل الروسي الذي حاول أن يلعب أو يمثل دور الحكم بين الأطراف دون أي مشاركة. مع العلم أنه جمعته بالروس لقاءات عدة على مستوى القيادات العليا. طبعا حصلت عدة لقاءات وكان الأردنيين حاضرين فيها، وهنا أصلا الاتفاقات السابقة اللي تحكم كثير من اليوم التي يقوم على أساسها كثير من التحركات في المنطقة كان الأردن جزءا منها. اتفاق الثلاثي مع إسرائيل كان الأردن جزء، اتفاق 2018 كان الأردن جزء، اتفاقية الولايات المتحدة والروس بخصوص المنطقة كان الأردن جزء، اتفاقية تنف كان الأردن جزء. معناها له حضور في نعم فيما يجب. الذي حصل أن الأردن بادر مع بداية التصعيد إلى إغلاق المعبر جابر، ثم كما قلنا قبل قليل أنه حصلت زيارة للولايات المتحدة، وكان المأمول أن يكون الأردن يستثمر في هذه الزيارة لإحداث مزيد من الدور الفاعل الأردني على الأقل على غرار التدخل التركي في منطقة الشمال، بمعنى أن يكون أحد الأطراف الضامنة للاتفاق مثلا أو أحد الأطراف المتدخلة. طيب. بما يسمح له بلعب دور أكبر إلى جانب أهالي درعا الذين يشكلون في الأساس امتداد عشائري وامتداد عائلي وامتداد جغرافي حتى للمنطقة نفسها بين طيب. منطقة سهل وعروان. طيب جلال، يعني بناء على التراجع الحاد في المواقف والتصريحات الغربية فيما يتعلق بدرعة تحديدا، هل يمكن البناء على هذا التراجع وصولا إلى الاستنتاج بأن مصير درعة تحديدا ترك لتوافقات دول النفوذ الفاعلة في سوريا وأقصد روسيا وإيران؟ تماما هذا ما حدث، يعني هذا ما تم أيضا بشكل شبه مشابه إلى دير الزور كما نعلم 2017، المنطقة بين التنف وشرق الفرات تركت إلى الروس والإيرانيين. أيضا اليوم المنطقة في درعا نفس السيناريو ونفس التكتيك، روسيا هي التي تتولى الأمر وإيران تحاول أن تساعد روسيا. روسيا تحتاج في بعض الأحيان إلى إيران فتستخدمها كبعبع يخيف الأهالي، أو أحيانا تجعلها فقط يعني قوة داعمة تقف على بعد من المنطقة. لكن يعني هل هناك يمكن أن يكون من تحت الطاولة تنسيق غربي مع الروس بشأن حدود إيران في المنطقة، بشأن الشكل الذي ستكون عليه المنطقة بغض النظر عن أمن الكيان الإسرائيلي، بغض النظر عن هذا المسألة؟ هناك ما يسمى بالتخادم الاستراتيجي. التخادم الاستراتيجي ماذا يعني؟ هناك مصلحة مشتركة بيني وبينك، لكن لا نوقع اتفاقيات معينة يعني، لكن نقوم من أجل هذه المصلحة على العمل المشترك بشكل غير مباشر. نعم روسيا تدرك هذه النقطة، لذلك هي بشكل أو بآخر تعمل على إبعاد إيران اليوم عن مثلا على سبيل المثال مناطق الرقة والحسكة. أيضا في المقابل هي بشكل أو بآخر ملتزمة بالاتفاق الذي تم مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الإسرائيلية تحديدا في منطقة القنيطرة. أيضا هناك نوع ما اتفاق معروف ومعلوم بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتعلق بدرعا، وبأن يكون هناك يعني دور روسي كبير في إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الأردن، ويبدو أن الموقف الأردني يفسر في هذا الإطار. بمعنى وبآخر الأردن اليوم لا يملك القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تملكها تركيا، لذلك الموقف التركي كان خشنا كما أسلف حضرتك، بينما الموقف الأردني لا يمكن أن يكون جذريا بهذا الشكل، لا يمكن أن يكون خشنا بهذا الشكل بأن يجمع الدبابات والطائرات وبعد ذلك يهجم على المنطقة أو يعمل على بناء حد فاصل كما حدث في شمال في الشمال السوري. لذلك يبدو أن الأردن بشكل بآخر ويعتمد فقط كما أسلفت على الدور الروسي، وبأن هناك فعلا تخادم استراتيجي روسي غربي من تحت الطاولة يقوم على أن كلا الطرفين يعلمان تحديدا ما هي الحدود المرسومة لكليهما، لذلك كلا الطرفين نراه يناور في إطار هذه الحدود. طيب نستكمل حديث هذه الحلقة بعد العودة من وقفة أخيرة. أهلا بكم. في غازي عنتاب أستاذ أحمد، هل بناء على ما شاهدناه من تسوية ومن تفاعلات في المشهد الأمني والسياسي في درعا،
إلى أي مدى يمكن القول بأن درعا لم تعد مصدر توتر بالنسبة للنظام وحلفائه؟ يعني بكل تأكيد يعني ما أراد به النظام وحلفائه إن صح التعبير الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يؤدي إلى أن لا يكون هناك حراك مسلح أو سياسي حتى في المنطقة الجنوبية، وهي ما شهدته المنطقة خلال 3 سنوات من عمر الاتفاق 2018 وحتى الآن. كانت دائما هناك عمليات اغتيال وعمليات اغتيال مضادة إن صح التعبير ما بين الفرقة الرابعة وما بين بعض القوى الثورية في الجنوب الحوراني إن صح التعبير، لكن بتصوري يعني لن يكون ذلك متاحا على المدى الاستراتيجي والبعيد لهذا النظام، لأنه يعرف تماما أن كل الاتفاقات وما سمى اتفاقات خفض التصعيد التي تم توقيعها في ريف دمشق أو في حمص أو في ريف درعا أو حتى في ريف إدلب في بعض الأماكن الحقيقة كلها أو ريف حلب لا يمكن أن تنتج حالة مستقرة، والنظام يعرف تماما أن هي مسألة مؤقتة ولا يمكن أن تأخذ بعدا طويل واستراتيجيا. الشعب السوري الذي ثار 2011 ما زال هو نفسه ثائرا، لكن الضغوطات الخارجية الإقليمية وأيضا الوضع الاقتصادي والوضع الذي تخلى عنه فيه الكثير من الدول التي كانت داعمة لم يعد قادرا على الاستمرار وفق الاستراتيجية المسلحة إن صح التعبير. لذلك باعتقادي أن الحالة هي ما زالت في حالة غليان والشعب في درع البلد الذي يعني تم إلى أستاذ أحمد، يعني هذا الكلام قد يسمع مشاهد ويقول إنه هو أقرب إلى الكلام المثالي العاطفي منه إلى الوقائع، يعني إذا ما كان محيط الجغرافي لسوريا غير متعاطف مع الحراك السوري، وإذا ما كانت الدول الكبرى الآن تمهد الطريق لإعادة تعويم النظام، وإذا كان هناك الكثير من المصالحات التي تمت مع النظام، فما هي يعني لم يعد هناك بحسب مراقبين يكتبون في هذه المسألة في الشأن السوري، لم يعد هناك لياقة نفسية عند المنتفضين السوريين إذا ما صح التعبير. بكل تأكيد بعد 1,000,000 شهيد لن يكون الوضع كما كان قبل ذلك. عندما ثار الشعب السوري 2011 لم يكن أساسا يدرك أو ينتظر دعما خارجيا حتى يثور على قامعه ومستبد الذي يحكم دمشق. حقيقة هذه المسألة لدى الشعب السوري أصبحت جزءا من حياته اليومية، وهي الثورة ضد هذا النظام المجرم الذي استخدم البراميل والصواريخ وكل أنواع الأسلحة الكيماوية وسواها التي لم تستخدم في العالم ضد شعب نظام يستخدمه ضد شعبه. باعتقادي ليست مثالية بل هي حقيقة، وأنا لا أعتقد أنه على المدى البعيد سيكون هناك انتهاء للثورة التي قامت ضد هذا النظام. اليوم النظام محكوم بوجود هذا النظام بوجود دولتين كبريين روسيا وإيران تحكمان وهما من يعيدان إيقافه على رجلي. بالتأكيد هذه المسألة أصبحت بديهية لدى الجميع، وبالتالي اليوم باعتقادي حتى الحوارن اليوم درع البلد التي وقعت مضطرة هذا الاتفاق، هل هي مقتنعة بهذا الاتفاق؟ هل هي سيكون لها علاقات طيبة إن صح التعبير وتعيد العلاقة كأي دولة يحكمها نظام ما ضد شعبه أو مع شعبه؟ أنا أعتقد باعتقاد المسألة ستكون مستمرة. طيب. حالة الفوران الشعبي الغليان الشعبي في كل الساحات، وهذه ليست مسألة، هي حقيقة نحن كسوريين شهدناها ونشهدها باستمرار، ولا أعتقد أنه اليوم الشعب في حمص أو في درعا أو في أي مكان سيكون خانعا ومستسلما. نعم. إلا وفق مظاهر معينة لا يستطيع حاليا التحرك وفق أجندات السلاح إن صح التعبير. طيب. لأن الوضع اختلف كليا بوجود الترسانة السلاح الروسية والإيرانية. على سيرة الشعب السوري والمنتفضين، أنقل هذا الكلام إلى الأستاذ باسل. يعني الآن من يرى أن ما حصل في درعا هو حلقة جديدة من ما تمخضت عنه طبعا التسوية، و تم تهجير الذين رفضوا التسوية، ثمة من رأى فيها حلقة جديدة وإن كان بدرجة أقل من حلقات التفريغ، تفريغ المنطقة توطئة للتغيير الديموغرافي. هل هذا كلام دقيق ينطوي على مراقبة دقيقة وحصيفة أم فيه شيء من المبالغة؟ لا، هو فكرة وجود تغيير ديموغرافي في سوريا، في حمص، في درعا، في دمشق، في دير الزور، في مناطق أخرى كثيرة، مسألة ثابتة لا تحت يعني ليست مسألة، لم تعد مسألة نقاش أو شك أو مراجعة. وفي درعا حصلت أيضا اليوم لما نحن معظم أطراف درعا محاطة بالكامل كما قلنا بقوات عسكرية وبجهات إيديولوجية، مثل هي كتائب الرضوان، هي عبارة عن كتائب أصلا قوام الحقيقي هو قوام عقدي إيديولوجي مذهبي وليست قوات عسكرية نظامية. جنوب العراق
العراق. طيب هذه عندما تتواجد في هذه المنطقة، إذا لم يكن هذا اسمه تغيير ديموغرافي، عندما تستوطن في هذه المنطقة وتفرض من خلال التسويات وجودا في نقاط معينة وتفرغ قرى كاملة من مناطقها وتتواجد فيها وتلال وطرق كاملة هي تسيطر على أطرافها، إذا لم يكن هذا اسمه تغيير ديموغرافي، ما هو التغيير الديموغرافي؟ إذن 826 قطعة أرض تحول ملكيتها خلال 6 أشهر الماضية فقط من بين درعا ودمشق، هذا إذا لم يكن تغيير ديموغرافي، كلها تحول إلى صالح جهات مرتبطة بإيران بشكل أو بآخر. إذا لم يكن هذا تغيير ديموغرافي، إذن ما هو التغيير الديموغرافي؟ مؤشرات أو ظاهرة التغيير الديموغرافي في الحالة السورية ليست مسألة شك. الآن قد نختلف على نسبة التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة أو تلك، أو الحماس للتغيير الديموغرافي في هذه المنطقة عن تلك، إيه هذا يعني النسب تختلف، لكن الحالة موجودة. وفي حالة درعا بالذات وفي المنطقة الجنوبية بالذات في مؤشرات واضحة كثيرة وفي أرقام ممكن تساق في أكثر من سياق، مثل ما قلت قبل قليل في مسألة الملكيات الأراضي، في مسألة تفريق كثير من القرى، التواجدات العسكرية، نوعية الجهات التي تتواجد وتستوطن في هذه المنطقة، نوعية إعادة إنتاج ما يسمى بالنخبة الاقتصادية والنخبة السياسية في هذه المناطق بالذات منطقة درعا، لأنه قبل الثورة كان نسبة كبيرة من كادر الدولة هو الدولة وما زال إلى حد الآن نسبة كبيرة من كادر الدولة وبيروقراطية الدولة السورية قائمة من المنطقة الجنوبية. ترى الآن إعادة إنتاج هذه البيروقراطية من داخل هذه المنطقة، لكن خلال نخب وجهات مرتبطة بجهات مثل إيران أو جهات مجنسة وغيرها محسوبة على هذه المنطقة، بمعنى أنها تذهب وتستوطن في هذه المنطقة ثم يأخذ مكانه في الدولة على أنه من جهات منطقة، مثل ما حصل في حالة مجلس الشعب لما تقريبا 14 قائد ميليشيا أصبحوا أعضاء في مجلس الشعب، جزء منهم ليسوا سوريين أصلا. كل هذه اعتبارات ضمن منطاق أو ضمن استراتيجيات التغيير الديموغرافي الذي يحصل في هذه المناطق. طيب روسيا أستاذ جلال، روسيا هي صاحبة القرار الأساسي الآن في سوريا، قرار الحرب، قرار الاستراتيجي وقرار التغيير. هل ثمة ما يوحي لك كمراقب بأن كتلة النار التي شهدناها في درعا في الشهرين الأخيرين أو 3 شهور الماضية يمكن أن تنتقل إلى بقعة جغرافية أخرى في سوريا؟ يعني اليوم تقصد إدلب مثلا على سبيل المثال؟ يعني المطبق هو إدلب وشرق الفرات، كما نعلم شرق الفرات هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهذا صعب، لكن فيما يتعلق بموضوع إدلب هناك بعض المناطق التي يمكن أن تتعرض فعلا لمثل هذا السيناريو. في السنة 6 تحديدا عام 2017 تم الاتفاق على أن يكون هناك تواجد روسي مشترك بين روسي تركي مشترك على طول خطي M5 و M4، الطريق التجاري 4 و5، لكن إلى الآن لم يتم تطبيق هذا الأمر. هذا ما يفسر أن تنقل روسيا فعلا في بعض الأحيان كتلة اللهب من الجنوب إلى الشمال، كما نعلم هناك كان استهداف قوي للنظام السوري وأيضا لروسيا في اليومين الأخيرين لمنطقة إدلب، أيضا تم استهداف عفرين لأول مرة، وهذا ما يفسر فعلا بأن روسيا اليوم تحمل في يديها أسلوبان، إما الأسلوب الأول هو أسلوب المصالحات والتوافقات، أما الأسلوب الثاني الذي يدعم، وأنا أتصور أنه يدعم ولا يكون هو الأساس، يدعم موضوع التوافقات، هو الأسلوب الحربي والأسلوب العسكري، وهذا ما تستخدمه اليوم في بعض الأحيان ضد درعا من خلال نوعا ما فتح الطريق أمام النظام والميليشيات الإيرانية لاستهداف درعا البلد، وتنأى في بعض الأحيان بنفسها عن هذا الاستهداف وتقول بأن إيران هي التي تستهدف. أيضا هذا الأمر تطبقه بنفسها في إدلب وفي بعض المناطق المحيطة بإدلب، لأنه كما أسلفت إلى الآن لم يتم تطبيق ما ترنو إليه روسيا في موضوع إدلب، هي تريد أن يكون هناك تواجد مباشر لها في على طول الطرق التجارية، لكن إلى الآن طبعا كما نعلم هناك نوعا ما مماطلة تركية إلى أن تهدأ الأمور ويكون هناك موقف أمريكي حازم اتجاه الأزمة السورية ويكون هناك حل من الشرق بمعنى شرق الفرات، ومن ثم ينتقل هذا الحل من شرق الفرات إلى غرب الفرات. طبعا هذا يفسر بشكل آخر أن سيناريو الاستهداف الروسي العسكري والأمني لإدلب قادم لا محالة في بعض المناطق. طيب أحمد، بالنسبة لموضوع الآن المشهد العام في سوريا لا يبدو واضح المعالم، هناك مرحلة من عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل البلاد وبمستقبل الانتفاضة السورية، برأيك في أي اتجاه سياسي أو أمني يمكن أن تندفع أو تدفع إليه سوريا بعد أحداث درعا؟ يعني أنا مع أن كرة اللهب هي يبدو أنها سوف تتحرك
باتجاهات مختلفة، قد لا تكون يعني إدلب المشتعلة دائما، قد لا تكون الجهة الثانية إدلب، قد تكون الرستن أو ريف حمص، وهذا ما تحدث فيه النظام أكثر من مرة من أن القادم هو رستن، لأن هناك أيضا خطر عليه من بعض خلايا النائمة أو الثوار المتواجدين ما زالوا في منطقة الرستن وريف حمص. باعتقادي أن هذا النظام سوف يستمر في هذا التحرك، لكن على المستوى البعيد المدى بالتأكيد ليس هناك أفق لحل ما سلمي أو غير سلمي في الواقع السوري، لأن ليس هناك اهتمام أصلا دولي جدي، الأمريكان بعيدين عن الواقع، الاتحاد الأوروبي أيضا، والواقع الإقليمي ليس هناك سوى تركيا حاليا مهتمة بالواقع السوري، لكن ما عدا ذلك هناك مصالح أخرى. الروس في حالة صراع حقيقي بين مع الأخوة الأتراك فيما يتعلق في الشمال السوري، وشهدنا أكثر من مرة بين الفينة والأخرى قصف سواء كان لمنطقة قصن الزيتون أو درع الفرات أو مناطق أخرى، وهذه مسألة يعني يفترض أن لا تحصل، لأن هناك اتفاقات يفترض أن تستمر لفترة أطول في هذا السياق. باعتقادي أن المشهد سوف نشهد فيه كثير من التحركات بالنار بالتأكيد. أمس كان قصف ليفلي على ليلي على ما هو جنوب خط M4 على أريحة، على المدينة الآمنة التي يغص سكانها، يعج أكثر من 100,000 إنسان موجودين مدينة أريحة، يتم القصف ليلا بالصواريخ وأيضا بالمدفعية. وأيضا جبل الزاوية نشهد يوميا قصف على جبل الزاوية وقرى جبل الزاوية التي أصبحت معبأة بالمدنيين بعد أن عادوا الذين تهجروا إلى الشمال ثم عادوا مرة أخرى. باعتقاد المسألة ما زالت حمالة أوجه، وليس هناك يعني جدية أمريكية أو أوروبية بالوصول إلى حلول ما، لذلك ليس هناك آفاق للحل في سوريا في المستقبل. النظام السوري بالتأكيد هو ليس له أي دور بقدر ما أن هناك من يشتغل فيه وعليه من روس وإيرانيين، والواقع السوري يشير إلى أن المسألة بعيدة المدى، وحتى لو تم حراك ما أو حل ما في شرق الفرات، لكن لن يستطيع الوضع أن يستمر أو ينسحب على كل جغرافيا سوريا، علما أن هناك يعني بعد أن قيل أن الأمريكان يمكن أن ينسحبوا من سوريا أيضا، هناك تحرك لدى قسد في اتجاه العودة إلى هيئة التفاوض أو أن يكون لها دور في جنيف أو اللجنة السورية، يعني بمعنى آخر هناك رخاوة في هذا السياق، لكن في نفس الآن هي أيضا تشتغل مع النظام. عندما تحدثت إلهام أحمد على أنها ذاهبة باتجاه دمشق لتوقع اتفاقات مع النظام السوري، إذن المسألة ما زالت متحركة وغير مستقرة، ولا أحد يعرف حقيقة إلى أين يمكن أن تتجه في قادم الأيام. نعم. لأن المسألة ما زالت طويلة الأمد على ما يبدو. لا أحد يعرف حقيقة إلى أين تتجه الأمور، لكن استقراء وبدقيقتين بعد جملة هذه التطورات، هل في تأثيراته على المشهد السوري برمته، هل يمكن القول إن هنا يحاول أن يوطد لنظام الأسد في سوريا المستقبل؟ هو مسألة إلغاء وجود نظام الأسد في المدى المنظور لم تعد واردة، على الأقل ضمن فكرة الحلول الدولية، لكن المقاربة التي نحن يعني أو المنعطف الذي نحن أمامه الآن هو الاختيار بين مقاربتين، المقاربة التي الروسية التي تفصل بين فكرة الدولة والنظام، بمعنى أنه وهي أساس الذي قامت عليه التفاهمات 2018 والآن في درعا، وهي الأساس الذي قامت عليه أيضا اتفاقيات سوشتي والسنة، بمعنى أنه أنت يمكن أن تكون معارضا للنظام لكن لست معارضا للدولة. وفي حال السوري في الحالة الطبيعية هذا طبيعي، لكن في الحالة السورية هذا غير طبيعي، حالة التداخل وحالة الارتباط النظام بالدولة مسألة كبيرة، لكن الروس يصرون على فكرة المضي ضمن هكذا مقاربة. نعم. المقاربة الأخرى التي تقول لأن النظام والدولة بالحالة السورية إلى حد ما شيء واحد، وبالتالي لا يمكن أن تكون جزءا من الدولة ولست جزءا من النظام، الروس يحاولون أن يفرضون مقاربة كما فرضوها في درعا، يحاولون أن يفرضون أن نفس المقاربة أو يسعون لفرض نفس المقاربة في منطقة الشمال السوري وحتى باتجاه منطقة شرق الفرات، وهذا ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة، أنه هل إلى أي حد سيكون الروس قادرين على فرض هكذا مقاربة في منطقة مثل منطقة الشمال في سوريا. بدقيقة واحدة، إلى أي المقاربتين أنت مقاربتين تنضم؟ أنضم إلى المقاربة الأولى بأن روسيا ستمضي في تطبيق ما ترنو لي من عملية احتواء لمن يريد الاحتواء وعملية قضم لمن لا يريد الاحتواء، بمعنى وبآخر أن روسيا ستطبق بشكل وبآخر السيناريو الذي تريده في درعا، أيضا ربما تطبقه بشكل نسبي في إدلب وليس بشكل كامل، أيضا بذات النسبية في درع الفرات. وإن سمح لي أن أنضم فإني أنضم لنداء الوقت بأن انتهى موضوع الحلقة. أشكر ضيوفي الكرام باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات،
وجلال سلمي الباحث في الشؤون الإقليمية، وكلاهما كان معي في الاستوديو، وعبر سكايب من غازي عنتاب التركية أحمد مظهر سعدو الكاتب والصحفي السوري. كل الشكر لكم، يبقى لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حراسة الله.